الحضن لك ضمن جميعا طبيعة الحال. الله أبو عوض هو كذلك رئيس الجمعية المغربية للدراسات الإعلامية والأفلام والنشر. الوقت أنه كيمر بسرعة معك، وربما كنت استسلم قويدة سبعين معك، لأن الطريقة ديال الإلقاء في المحاضرة ديالك جميل جدا. يمكن نعتبر هذه الماده من المواد اللي يمكن تنظيم الصحفيين والصحفيات في هذه الجمعيه امر جيد جدا ومهم. تتمنى ان الجمعيه المتوسطيه للصحافه الرقميه تعاون وتساعد كل الاطارات المهنيه في التكوين، في المزيد من تكوين الصحفيين والصحفيات. اليوم حمايه مهنتنا وحماية قدسية الخبر وحماية قدسية الأجنة الصحفية تمر عبر التكوين الصحفيين والصحفيات. أكيد على أنه الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية غادي تكون إضافة إيجابية في الممارسة المهنية في المنطقة ديال الجهة ديال طنجة تطوان الحسيمة. كل التوفيق، وتنتمنى على أن البرامج التكوينية اللي غتقوم بها الجمعية تكون موجهة أساسا للخريجين الجدد والصحفيين والصحفيات اللي تلتحقوا بالمهنة بشكل جديد، لأنهم محتاجين أنهم يتملكوا المهارات المهنية ومحتاجين أننا نحسنوا الممارسة المهنية بالتكوين والتكوين والتكوين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الجمعية المتوسطة للصحافة الرقمية بمناسبة الجمع التأسيسي أن تكون لها مجموعة من المنابر المنضوية تحت لواء مكسب حقيقي بحكم طبيعة المأسسة، مأسسة العمل الصحفي، ووجود أرضية للتحاور ووجود أرضية للدفاع عن حقوق الصحافي التي أصبحت في حقيقة الأمر ما بين قوسين غير معروفة، بحكم أن الذي أصبح يحترف مجال الصحافة ليس هم الصحفيين، وإنما لا نقول يحترف وإنما يتطاول، في حين أنه هذا التطاول إما لمحاربة البطالة وإما لشيء يمكن أن يكون خارج عن نطاق الموضوعية وعن نطاق العمق الإعلامي الذي ينبغي أن يكون محور وجوهر أساسي على مستوى الصحافة. إذن هذه المبادرة نثمنها، ونريد أن يكون هناك شراكات على مستوى كل المنابر الجهوية والمحلية مع الجهات المعنية مثل المجلس الجهة، مثل العمودية أو الجماعات، مثل المجالس الإقليمية، لأنها كذلك هي ينبغي أن تساهم في إثراء طبيعة العمل الصحفي بأن يكون لهم حقيقة حق في الدعم العمومي لكي ينهضوا بالعمل الصحفي الحرفي، وأن يبعدوا التطاول على هذه المهنة، وأن يقوموا بحمايتها من أجل إبراز معالم المواطنة وإبراز معالم العمل الحقيقي الذي يبنى على مستوى معين، ألا وهو مستوى الجودة ومستوى الإتقان.